تمكنت قوات الجيش السوري من إحباط محاولات تسلل للإرهابيين باتجاه النقاط العسكرية في ريف حما الشمالي. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات الجيش تمكنت من تكبيد الجماعات الإرهابية للأعداد من القتلى والجرحى ودمرت تحصيناتهم في عمليات مركزة على محاور تحركهم. أعلنت الخارجية الكازاخية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيشارك في لقاء أستانا الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية غدا، كما أكد مكتب المبعوث الأممي مشاركة دي ميستورا، لافتا إلى أنه سيترأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من روسيا وتركيا وإيران بصفتهم الدول الداعية لاجتماع سوتشي 2018. هذا ويهدف لقاء أستانا للتركيز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميداني في الأراضي السورية خاصة في إدلب، كما سيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتفاق مع فرنسا على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وضرورة تفعيل عمل اللجنة الدستورية. لافروف قال إنه يوجد تطابق في وجهات النظر بين موسكو وباريس حول ضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 بشأن سوريا. تحدثنا أيضا عن الموضوعات في شمال أفريقيا من أجل وضع حل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا. يجب أيضا تفعيل عمل اللجنة الدستورية، هذه اللجنة الدستورية التي تم البت بها في سوتشي في شهر يناير كانون الثاني، ويجب أيضا تطوير وزيادة الاتصالات التي تم تدشينها في إسطنبول في 28 من تشرين الأول أكتوبر بمشاركة قادة تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، وهذا في إطار مصلحتنا المشتركة. هذا سيكون جيدا في أقرب الآجال. إن القرار الأممي رقم 22 و54 يجب أن يطبق. هناك أيضا وصول المساعدات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان. المزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا من طرطوس الدكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية. دكتور سومر، اليوم نتحدث عن مشاركة لدي ميستورا، يعني هل سيكون هناك بصفة مراقب لوفد أممي برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عدد من أيضا الباحثين في هذا الشأن، الأطراف التي تشارك في إيجاد حل للأزمة الحالية للخروج بحل سياسي؟ نعم، على بداية السياق أساسا هو سياق للمسار العسكري وليس للمسار السياسي، علينا أن نفهم هذه النقطة ونركز عليها. السيد المستورة موجود في هذه الصيغة أساسا اليوم، وكما يقال وإنشاء في الوقت الأمم المتحدة أنه تم تمديد له حتى نهاية هذا العام، أي أنه تم تمديد له شهر إضافي. على الوجود بمصورة مرتبط بما يسمى لجنة مناقشة الدستور الحالي وليس مرتبط بالمسار العسكري بشكل عام، لأن هنالك على ما يبدو ضغطا دوليا باتجاه إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا. اللجنة الدستورية في سوريا عليها خلاف، يعني اليوم في قديم الشهر الأول عام 2018 أقر مبدأ تشكيل لجنة دستورية، ولكن تعمقت الخلافات آنذاك بين كم عدد أعضاء هذه اللجنة، آلية العمل هذه اللجنة، تبعية هذه اللجنة، صلاحيات هذه اللجنة لم يبت بها. ولكن ما بعد 9 بعد القمة الثلاثية في طهران بصيغة أساسية تم تسليم ما يسمى وفد الجمهورية العربية السورية للجزء الخاص بهم وهو 50، ولكن تعقد الموضوع أكثر لأن دي ميستورا طلب تشكيل ثلث هذه اللجنة، وبالتالي
هذا الموضوع هو خارج صلاحيات السيد المستورة وخارج تقويض مجلس الأمن. طيب كيف سيتم هذا الموضوع الذي تتحدث عنه الآن؟ كما ذكرت أن هذا الموضوع خارج صلاحيات ديمستورا. ديمستورا كان قد أعلن في 17 من نوفمبر أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا نهاية نفس الشهر، ومدير قسم آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخستانية كما ذكرت الأنباء الروسية قال للصحفيين أنه فعلا سيقوم بالحضور ولكن بصفة مراقب وفد أممي. ماذا يعني هذا الكلام يعني؟ يعني بشكل اساسي اليوم ديمستورا هو خارج سياق اللعبه، يعني تم استبداله بجير بيدلسون الممثل الجديد للمملكه المتحده السوريه، ولكن كما قلت لك وجود ديمستورا مرتبط حصرا بموضوع تشكيل اللجنه الدستوريه في فعلا لانه عام ان هنالك في هذه الجوله من المحادثات سيتم بحث هذه القضيه بشكل مفصل. ولكن سنكون واضحين في سيجد اتيتانا 10 في الاجتماع الاسف 11 هنالك حدث علينا ان نركز عليه في وسائل الاعلام، ان الجوله 10 كانت في سوتشي والجوله 11 عادت الى كازاخستان الى اتيتانا. ما الذي جرى؟ الذي جرى ان هنالك كان محاوله لدمج سياق سوتشي واتيتانا بمسار جديد وعبر عنه في الجوله 10 بمدينه سوتشي، ولكن اليوم نتيجه الضغوطات الخاصة باللجنة الدستورية تم العودة إلى صيغة أتيتانا، صيغة أتيتانا الثلاثية في كازاخستان، لذلك العنوان الرئيسي لليوم هذه الجولات التي ستعقد غدا وبعد غد هو أمرين أساسيين، الأمر الأول هو تثبيت صيغة أتيتانا، هنالك من يحاول وهو أردوغان بشكل مباشر تغيير صيغة أتيتانا الثلاثية لتصبح صيغة أتيتانا على الأقل خماسية، بمعنى إضافة فرنسا وألمانيا إليها، وهذا أمر تغير خطير لم ترضى به لا روسيا ولم ترضى به إيران بطبيعة الحال، لذلك اليوم العنوان العريض لاجتماع أتيتانا 10 هو تثبيت صيغة أتيتانا، البحث بشكل جدي ونهائي وحاسم بموضوع اتفاق سوتشي الثنائي الخاص بمنطقة منظومة السلاح في إدلب، النقطة الثالثة وهو اللجنة الدستورية، ولكن الأجواء الدولية هي أجواء غير صافية، هي أجواء متوترة، هي أجواء مشكورة، سواء بين التركي والروسي أو بين الروسي وبين الأمريكي أو بين الأطراف بشكل عام. لماذا يؤكد ديمستورا أن هذا الاجتماع سيسهم في تسريع التوصل لنتيجة ملموسة على مسار تشكيل اللجنة الدستورية؟ يعني من أين هذه الثقة بأن الأمل في هذا الاجتماع؟ على ماذا يستند ديمستورا في هذا الحديث؟ يستند على المخرجين الاساسيين وهو القمه الثلاثيه لصيغه أتيتانا في طهران التي عقدت ب 7/9 والتي اقرت بشكل نهائي الالتفات لتشكيل لجنه مناقشه الدستور، الاجتماع الثاني وهو اللجنه الرباعيه او الصيغه الرباعيه مؤتمر انقره الذي عقد بين فرنسا والمانيا وتركيا وروسيا، ايضا اقر موضوع تشكيل اللجنه الدستوريه قبل نهايه هذا العام، اي ان هنالك مؤتمرين دوليين دعيا بشكل مباشر الى انجاز اللجنه مناقشه الدستور الحالي قبل انتهاء هذا العام، وبالتالي من هنا الاجواء متفائله قليلا بموضوع اللجنه الدستوريه، حتى نوضح لماذا تاخرت اللجنه الدستوريه، الجمهوريه العربيه السوريه سلمت الاسماء الخمسين، ايضا هنالك وفد الرياض سلم اسماء الخمسين، كما قلت لك نقطه الخلاف الاساسيه هي على ما يسمى بين قوسين المجتمع المدني الذي يريد ديمستورا تشكيله بشكل منفرد مع الامم المتحده وهو ما ترفضه ايران وسوريا وروسيا بشكل قاطع، اي انها اللجنه يجب ان تكون محصوره وفد من المعارضه وفد من الحكومه السوريه، الوفد الثالث الذي تريد الامم المتحده اقحامه في لجنه مناقشه الدستور هو من يعطل حقر هذه اللحظه تشكيل اللجنه الدستوريه، اما من جهه الجمهوريه العربيه السوريه فقد سلمت الاسماء منذ قرابه الشهرين، ويقال ان وفد الرياض ايضا منذ ثلاثه ايام اقر ال 50 اسم، اذا كما قلنا ان اليوم المشكله كلها هو في شخصيه السيد ديمستورا الذي اراد اللعب على مقررات مؤتمر الحوار الوطني للشعب السوري في مدينه سوتشي في بدايه العام الحالي، عندما اقر ما يسمى تشكيل الثلث ما يسمى الثلث الذي او ما يسمى المجتمع المدني، وهو ما تم رفضه رفضا قاطعا كما قلت لك من قبل سوريا وايران وروسيا. شكرا لك دكتور سومر صالح الباحث في القضايا الجيوسياسية.